لا شيء يثنينا عن المضي بإضرابنا العام وإنهاء ثورتنا سوى إسقاط النظام. هكذا كانت شعارات المنتفضين بجميع شرائحهم، لا سيما الطلاب في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث تؤكد عزيمة الثائرين انتهاج سياسة تصعيدية سلمية مع انتهاء مهلة الوطن التي أعلنها متظاهرو ذي قار وبقية المحافظات المنتفضة. سيكون لنا حراك سلمي وتصعيد آخر ضد الحكومة المركزية. اليوم حقيقة الأحزاب السياسية تستخدم سياسة لوي الأذرع معنا. ماذا تريدون؟ اليوم العراق مشتعل، الدوائر الدولة معطلة، العراق شبه معطل. سيبدأ الاعتصام وقطع الطرق الخارجية، سيبدأ قطع من محافظة واسط، سيبدأ قطع طريق ناصرية كوت عمارة كوت بغداد عمارة، وإن شاء الله متواصلون في تظاهراتنا واعتصاماتنا إلا أن تحقق مطالبنا. وفي حال عدم تحقيق هذه المطالب المشروعة واستمرار الأحزاب الحاكمة في مسار المماطلة المعهودة أو الحلول التي تتراوح ما بين القمع والمزيد من القمع، يؤكد المتظاهرون أن حلولهم تتمثل بالاستمرار بالإضراب العام واتخاذ ساحات الاعتصام وطناً مؤقتاً حتى استرجاع العراق من أيدي لطخت بدماء الآلاف من الشهداء والجرحى منذ بدء ثورة تشرين. مستعدين نبقى 3 أشهر قاطعين الشوارع، بعد الشوارع الخارجية، ونوقف العراق إلى أن هذول الخونة يعترفون بالحقوق ويتنازلون عن ما اكتسبوه وعن سرقاتهم وينفذون مطالب الشعب المطلوبة اللي هي مطالب بسيطة جدا. لو هسه يظلون بعد سنة، نظل بعد سنة لا يطاولون ولا شيء. هسه 3 أشهر في كل العالم، خلي يدورون التاريخ في كل العالم، ماكو مظاهرات طولت 3 أشهر و 4 أشهر. احنا ما عندنا لا شيء تهمنا ولا يهمنا برد ولا يهمنا هذا، كل شيء ما يهمنا. هو طلع شهداء بالالاف، احنا يهمنا ما ننسحب. الانسحاب من ساحات الثوره يؤكد الشارع المنتفض، حتى اقتلاع نظام جاثم على صدر العراقيين منذ نحو 17 عاما، في مشهد تصوره اراده شعب ثائر وتخرجه إرشادات وعي جيل جديد لا يخلط بين الوطن والوثن.